يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يعظم انتصارنا على إبليس، على الشيطان، بالرب يسوع الذي أحبنا. يعظم انتصارنا على إبليس الشيطان، يعظم انتصارنا على الشر، يعظم انتصارنا على الخطية. بالرب يسوع لن نستمر في الهزيمة أبدا، حتى لو وقعنا هنقوم بسرعة. يعظم انتصارنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. عزيزي المشاهد، أرفض أن تستمر مهزوما في أي دائرة، أرفض أن تستمر مهزوما في دائرة العمل أو في الدائرة العائلية، مشاكل ضغط عليك تدمر أسرتك. أرفض أن تظل مهزوما. تعال الآن إلى الرب يسوع وآمن إنه هيديك إنك تنتصر، هيحول هزيمتك إلى انتصار وإلى انتصار يستمر. يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. ولو بتتهاجم بأمراض قول كده: باسم الرب يسوع سأنتصر على المرض. يعظم انتصاري بالذي أحبني. أرى لك آية من رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، آية من الأصحاح الأول، آية عظيمة جدا. الرسول بولس يقول في آية رقم 3: مبارك الله إله كل تعزية. الرسول بولس بيسبح الرب وبيقول انه اله كل تعزية، وكلمة تعزية هي ترجمة لكلمة يونانية لا تعني فقط التعزية، تعني ايضا مش بس التعزية، بتعني كمان التشجيع. هو اله كل تشجيع. مبارك الله إله كل تعزية، إله كل تشجيع. إله كل تعزية يعني يقدر يعزيك أيا كان الظرف الذي أنت فيه، هو قادر أن يعزي دائما. خلي بالك من كلمة كل تعزية، يستطيع أن يعطي التعزية التي تتناسب مع الحزن الذي يهاجمك. إله كل تعزية، وهو إله كل تشجيع، قادر في كل الظروف أيا كانت أن يرفع معنوياتك. وعشان كده يقول في آية 4: الذي يعزينا، الذي يشجعنا في كل ضيقتنا. وخلي بالك من كلمة كل، إنه قادر أن يعزي في كل الظروف، إنه قادر أن يشجع في كل الأحوال، مهما كانت الضيقة اللي أنت فيها صعبة، هو قادر أن يرفع جدا جدا معنوياتك. تعال إلى الرب، ثق فيه، هيعظم انتصارك. مش هتستمر منهزم أمام مشكلة في عملك أو مشكلة في بيتك أو مشكلة صحية، لن تستمر مهزوما أيضا أمام أي خطية. سيعظم انتصارك. تعال إلى الرب يسوع، وهو قادر أن يرفع معنوياتك أيا كانت الضغوط التي تتعرض لها. هو إله كل تشجيع. تعال إلى الرب يسوع، ومهما كنت حزينا هو إله كل تعزية.
سيحولك سريعا من الحزن إلى الفرح. تعال معي الآن إلى سفر دانيال، نحن في الأصحاح الأخير في سفر دانيال أصحاح 12 بنتأمل. إحنا الوقت في آية رقم 2. آية رقم 1 كان فيها إعلان عظيم جدا مشجع جدا. ما إلهنا زي ما عرفنا من رسالة كورنثوس الثانية وإله كل تشجيع. تخافش مهما كان التعب ومهما كان القيد اللي انت فيه، هو قادر، هو قادر أن يحررك من هذا القيد. هو إله التشجيع، مش إله الإحباط، مش إله الهم، هو إله الفرح. في آية 1 في تشجيع ان في وقت الضيقة العظيمة اللي في نهاية الأيام، احنا قلنا ان في 7 سنين فيهم ضيقة على كل العالم ولا سيما على الشعب اليهودي، انما 3.5 سنين الأولى الرب قال عنهم دول مبتدأ الأوجاع، فيهم أوجاع لكن مقدمة بقى للأوجاع الأسوأ اللي ما حصلتش ابدا زيها في كل التاريخ. الرب قال كده في انجيل متى 24، في دانيال مكتوب كده، دانيال 12 شفنا، في ارميا 30 ايضا مكتوب كده ده، وكمان في سفر الرؤيا اصحاح 12. يعني كل الشواهد دي بتقول الضيقه بتاعه ال3.5 سنين الاخيره لا مثيل لها، مش ما حصلتش قبل كده، إنما في وقت هذا الضيقة الرب هيبقى واقف مع المؤمنين اللي هيتمسكوا به وهيرفضوا العبادة للوحش وهيرفضوا سمة الوحش. وقلنا بفكرك من هو الوحش ده، الوحش الروماني اللي من أوروبا اللي هيبقى حاكم العالم في وقت من الأوقات. عزيزي المشاهد، ايه اللي بيشجع؟ ان الرب بيقول ان في رئيس الملائكة ميخائيل هيبقى ليه دور عظيم وضخم في هذا الوقت لمساعدة المؤمنين الحقيقيين اللي هيرفضوا العبادة للوحش مهما كان التهديد المعرضين ليه. في ذلك الوقت يقوم ميخائيل. وكمان في تشجيع تاني ان الوحش مش هيقدر يقتل اي حد. صحيح في مؤمنين هينالوا الاستشهاد، لكن في مؤمنين تاني مش هيقدر يموتهم. في بقى خطة، دي خطة الله للمؤمنين في ذلك الوقت العصيب. ليه خطة؟ ان ناس تنال استشهاد وناس تنال الحماية. يعني الرب لما بيبقى فيه اضطهاد بينجي ناس عشان نجات النجاه مهمة ليهم، لأنهم بيقوموا بدور كرازي، بدور تشجيعي، بدور رعاية للمؤمنين اللي هم ضعاف في الوقت الصعب ده. لكن الرب كمان ليه قصد مع بعض المؤمنين انهم يشهدوا ليه من خلال الاستشهاد، من خلال انهم يبانوا قدام الجميع ازاي بيرحبوا بالموت ولا يكسروا وصية الرب. فالرب احيانا يقود مجموعة او خطته لبعض المؤمنين في وقت الاضطهاد هي الحماية، وفي وقت الاضطهاد خطته للبعض الاخر هو الاستشهاد. انما واضح جدا ان ده بحسب، مش قلت في الحلقة اللي فاتت ده مش صدفة هيحصل ان ده ينجو او ده ينال الاستشهاد، لا ده في خطة لكل واحد. وده واضح هنا من الآية اللي بتقول ان خطته الحماية ده مكتوب بالاسم في كتاب إلهي. يعني كتاب إلهي اللي هو السفر ده تعبير ان الامور مش بتمشي كده زي ما بتكون. لا، انت مؤمن ليك علاقة حقيقية مع الرب، لازم تبقى عارف ان كل امورك مهمة في عينين الرب،
وانه ليك خطه عظيمه ولازم تتمسك بهذه الخطه، وتقول ابليس يفشل من انه يطلعني بره خطه الرب لحياتي، مش هخرج خارج مشيئته ابدا. الايه الثانيه بقى اللي نتاملها، يعني هي الايه رقم واحد حكت عن القسم الاول من المؤمنين بتعود الثلاث سنين ونص الضيقة العظيمة الأخيرة. بتقول إن أول قسم دول اللي هينالوا إيه؟ الإنقاذ. دول اللي هينالوا الحماية. دول اللي مش هيموتوا. طيب هل في حديث عن القسم الثاني اللي هيستشهد؟ نعم، في آية رقم 2، وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض. يبقى كثيرون، ما بيقولش كل الراقدين في تراب الأرض. تعبير راقدين ده تعبير كتابي عن موت الإنسان، إن الجسد بيرقد، إن الجسد بينام. وليه الكتاب استخدم هذا التعبير؟ لأنه تعبير بيقولك إن الجسد هيقوم مرة كمان، وهو تعبير النوم معناه كده، إنك ترقد أو تنام معناها كده، معناه إنك أنت هتقوم، يعني نمت وهتقوم. الجسد بتاعنا كده، في الموت الجسد ينام وبعدين يجي الوقت اللي هيقوم فيه. فهنا الكتاب بيقول ايه؟ وكثيرون من الراقدين، مش كل اللي ماتوا، خلي بالك مش كل اللي ماتوا، ده شوية من اللي ماتوا هيحصل لهم ايه؟ يستيقظون. يبقى في شويه اجساد تستيقظ. الايه دي تخليك تقول وانت متاكد ان الناس مش كلها تقوم مع بعض، لان يمكن سمعت التعبير ده اللي بيقول القيامه العامه. لا، حسب الايه دي في ناس هتقوم في وقت وناس هتقوم في وقت تاني، اجساد هتقوم في وقت واجساد هتقوم في وقت تاني، لان ما قالش ان الكل هيقوم، كثيرون مش الكل، كثيرون من الراقدين في تراب الأرض حصل لهم إيه؟ يستيقظون. دول مين دول الكثيرون دول؟ دول اللي استشهدوا، دول المؤمنين الحقيقيين، دول اللي رفضوا في الثلاث سنين ونص الأخيرة، رفضوا السجود للشيطان، السجود للوحش، رفضوا أن تحط سمة الوحش على جباههم، مع ان اللي مش هيحط سمة الوحش مش عارف لا يشتري ولا يبيع، مش مهم، نبقى في ضيقة ولا نخون الرب اللي مات من اجلنا. دول هيحصل لهم ايه؟ يقول لك يستيقظون، ويعني معنى كده ان بعد ما تنتهي الثلاث سنين ونص بتاعت الضيقة ويتم القضاء على الوحش، زي ما قلنا ان هو والنبي الكذاب هيطرحوا حيين في زي ما بيقول سفر الرؤيا في بحيرة النار، وبعد ما يطرحوا الرب هيظهر بقى في أورشليم بعد ما يغلب الوحش والجيش اللي معاه والجيوش اللي جاية اللي اتحدت معاه، اللي جاية من الصين، اللي جاية من الشمال، اللي جاية من الجنوب، اللي جاية من كل حتة. بعد ما الرب ينتصر على او يقضي على هؤلاء، لان هيبقى جايب غضب عليهم بسبب خطاياهم، بعد ما الرب هيعمل كده، سفر زكريا بيقول ان الرب سيظهر في على جبل الزيتون، واول ما يحط رجليه على الجبل، الجبل هيحصل زلزال وينشق، علامة القوة بتاعة الرب جاي بقوة غير عادية، بمجد غير عادي. وبعدين الناس بقى اللي ماتت في الاستشهاد اللي هيحصلها في الوقت ده تقوم ليه؟ ده الناس اللي بيقولوا بالملك الألفي الحرفي، بالمعنى الحرفي اللي هو في رؤيا 20، هقول لك يقوموا زي ما قال سفر الرؤيا لكي يملكوا مع الرب. وبالمناسبة تعليم الملك الألفي بمعناه الحرفي وليس الرمزي، ده كان التعليم السائد في الثلاث قرون الأولى
يعني أول ثلاث قرون أولى في عصر المسيحية ابتداء من عصر الرسل اللي في أعمال الرسل، الثلاث قرون الأولى أغلب المعلمين أو اللي اتكلم اتكلم ويؤمن بالملك الألفي بمعناه الحرفي. وبعدين تراجع هذا المفهوم لما جه أغسطينوس. أغسطينوس لما ظهر، أغسطينوس كان فيلسوف، فسر بقى رؤيا 20 بمعنى رمزي. إنما اللي بيقولوا بالملك الألفي بمعناه الحرفي هيقولوا إن الراقدين دول هيقوموا في هذا الوقت قبل الملك الألفي، عشان زي ما قال رؤيا 20 لو فسرناه بالمعنى الحرفي هيحصل لهم إيه؟ هيملكوا مع الرب، هيعودوا على عروش. ورؤيا 20 بيسمي الحدث ده القيامة الأولى، يعني دي القيامة الأولى. تقول لي طب وفين التانية؟ التانية بقى الخطاة اللي ماتوا، ما كثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون. طيب والخطاة اللي بقى من اليهود؟ والحديث كله عن اليهود في دانيال في الرؤية دي، لأني قال له كلمة شعبك دي أكتر مرتين في آية الأولى، يعني الحديث عن شعب اليهود. وطبعا لما تقرأ ابتداء من صلاة دانيال اللي كانت نتيجتها هذه الرؤية كلها، كان بيصلي من أجل الشعب بتاعه، والإجابة هنا عن شعبه، يقول له ينجي شعبك لبني شعبك، ده في الآية الأولى. فاليهود اللي بقى كسروا وصايا الرب وعبدوا الوحش وعبدوا الشيطان وماتوا في خطاياهم، هيقوموا امتى بقى؟ هيقوموا لو انت من اللي بتؤمن بالملك الألفي بالمعنى الحرفي، دول هيقوموا بعد الملك الألفي ما ينتهي، هيجي بقى الرب هيقوموا هؤلاء الخطاة عشان يتحاسبوا بقى، عشان يتحاسبوا، لان ما اللي مش هيؤمن بالرب يسوع لن ينجو من الهلاك الابدي. لكن القيامتين مش مع بعض، بينهم في حسب التفسير بتاع الملك الالفي بمعناه الحرفي بينهم حوالي 1000 سنة او 1000 سنة وشوية. فيقول كده الكتاب، كثيرون من الراقدين في تراب الارض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية. طب والباقيين؟ الباقيين بقى قال كثيرون مش الكل، يبقى ليه؟ لأنهم مش هيقوموا في نفس الوقت. الأجساد، أنا بتكلم عن الأجساد، الأجساد اللي ماتت دي هتقوم إمتى؟ ومعنى أن جسد يقوم أن نفس الإنسان اللي ترجع للجسد، يعني ترجع للجسد مع المؤمنين الأجساد بتتمجد مع الخطاة، يقول لك وهؤلاء إلى العار. ده لما يقفوا زي ما تعرف من سفر الرؤيا أمام العرش، العرش الله، يقول لك ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض، ورأيت الأموات صغارا وكبارا. دول بقى مش المؤمنين، دول مش اللي استشهدوا، لا، دول ده ودين الأموات بما هو مكتوب في سفر في بحسب أعمالهم الوحشة. وعشان كده يقول لك إنهم طرحوا في بحيرة النار، وهذا هو الموت الثاني. عزيزي المشاهد، ممكن واحد يقول يتساءل ايه علاقة الآية دي مع كلمات الرب يسوع في انجيل يوحنا؟ فالرب يسوع اتكلم في انجيل يوحنا عن قيامة الأجساد. ممكن واحد يقول لي في تعارض، انت هنا بتقول ان في قيامتين، واحدة بعد 3.5 سنين بعد الضيقة العظيمة، واحدة بعد الملك الألفي ما ينتهي، يعني في قيامتين. بينما واحد يقول لي في إنجيل يوحنا الأصحاح الخامس الآية ما بتقولش كده. نقرأ الآية اللي في إنجيل يوحنا، الرب يسوع بيقول كده، بيقول تأتي ساعة،
تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. يقول لك طيب ما دي في نفس الساعة حصلت قيامة الحياة وقيامة الدينونة، مين اللي فعلوا الصالحات؟ اللي فعلوا الصالحات دول المؤمنين. ليه؟ لأن عشان العمل يبقى عمل صالح في شرط، ايه هو؟ ان يطلع من شخص واخد حياة أبدية، شخص عنده طبيعة جديدة، شخص اتولد الولادة الثانية، يعني شخص آمن بالرب يسوع. لأن أي واحد ما أمنش بالرب يسوع لا يطلق عليه بحسب الكتاب المقدس، لا تطلق على أعماله أنها أعمال صالحة، تطلق على أعماله أنها أعمال ميتة مش أعمال صالحة. الساعة هنا الرب لما الكتاب اتكلم عن الاختطاف قال أنه يحصل في إيه؟ في لحظة، في طرفة عين. طرفة عين يعني جزء من الثانية، يعني طرفة عين. شوف لما الكتاب عايز يقول انها يحصل في لحظة استخدم هذا التعبير في طرفة عين، لكن كلمة ساعة دي معناها وقت طويل. وعشان كده في آية 25 الرب بيقول الحق الحق أقول لكم أنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. وكان بيتكلم عن الخطاة، فالساعة دي مقصود بها كل زمن النعمة، مش مقصود بها ساعة 60 دقيقة. فبرضو الساعة اللي في الآية الثانية اللي هي آية رقم 28 تأتي ساعة، يقول التفسير بتاعها الساعة دي مقصود بها 1000 سنة. في بدايتها الناس المؤمنين هيقوموا إلى حياة أبدية، وفي نهايتها الناس الغير مؤمنين هيظهروا بقى أمام العرش الأبيض لكي يطرحوا ويحاسبوا بحسب أعمالهم ويطرحوا في البحيرة المتقدة بالنار. عزيزي المشاهد، الذي ينقذك من البحيرة المتقدة بالنار انك تسلم حياتك للرب يسوع، لان اللي يؤمن بالرب يسوع لن يأتي الى دينونة، لا يهلك كل من يؤمن به، تكون له حياة ابدية. الى اللقاء في الحلقة القادمة، الرب معك. الى كل احبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب الدم والعهد، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030 الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life PO Box 433 Greenford UB5 9BJ UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-577-88. وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.